بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قالت رب أنى. إذا هي تخاطب من هنا؟ تخاطب الله سبحانه وتعالى. يعني إذا قالت مخاطبة لله الذي بعث إليها الملائكة. قالت رب أنى، أي كيف أن يكون لي ولد ولم ينفتني بصر، يعني بتزوج ولا غيره، والمسيس هو الجماع، ولم ينفتني بصر. قال كذلك، يعني قال جبريل كذلك، يعني الأمر كذلك، يعني من خلق ولد منك بلا أب بلا سبب الأبوة. كذلك هذا قول الله سبحانه وتعالى، أمر الله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، قد يخلقه بسبب وقد يخلقه بدون سبب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن الماء الذي يكون منه الولد أغرقته على صخرة لكان منه الولد، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني بسبب أو بدون سبب، أو وكذلك يعني على الحال التي أنت عليها من عدم نفس البشر، يخلق الله ما يشاء. إذا قضى أمرا فيعني كذلك الله يخلق ما يشاء، يعني لا يحتاج إلى سبب ولا يعجزه شيء. وصرح هنا بقوله كذلك الله يخلق ما يشاء، في قصة زكريا قال يفعل ما يشاء، لأن الخلق المنبئ عن الإحداث للمكون أنسب بهذا المقام، لأن يبقى لمبطل شبهة. كذلك الله يخلق، لا شك أن التصريح في قصة المسيح عليه السلام بالخلق في تصريح واضح جدا بأن عيسى مخلوق. كذلك الله يخلق ما يشاء، فلا شك أن كلمة يخلق معناه أن في إحداث لما سوف يكونه الله ويخلقه هو المسيح عليه السلام، حتى لا تبقى شبهة لمبطل إذا قال يفعل، لكنه قال يخلق كي يقطع شبهة الزعم بأنه ولد، يعني ابن الله والعياذ بالله. كذلك الله يخلق ما يشاء بسبب أو بدونه. إذا قضى أمرا، أي إذا أراد خلقه، فإنما يكون له كن فيكون، أي فهو يكون من غير تأخر ومن غير حاجة إلى سبب، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني إنما نأمر أمرا أو مرة واحدة لا تثنية فيها، لا نحتاج إلى التوكيد، إنما هي كن فيكون فهو يكون. إنما أمرنا نأمر مرة واحدة لا تثنية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر. ويعلمه الكتاب والحكمة بالنون أو بالياء، ويعلمه أو ونعلمه الكتابة، إما كتاب الكتابة نفسها أو الخط، أو الكتاب هنا المقصود به جنس الكتاب، يعني جنس الكتب الإلهية، والحكمة وهي تهذيب الأخلاق، والتوراة والإنجيل. إذا قلنا إن الكتاب المقصود به جنس الكتب الإلهية، فيكون ذكر الحكمة، يعني ذكر التوراة والإنجيل هنا من ذكر إيه؟ الخاص بعد العام، وإنما خصص بالذكر لشرفهما وزيادة فضلهما على غيرهما. ورسولا إلى بني إسرائيل، ورسولا يعني ونجعله رسولا، منصوب بمضمر يقود إليه المعنى، منصوب رسولا منصوب بمضمر يقود إليه المعنى، معطوف على ويعلمه. ورسولا يعني ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل، جميع بني إسرائيل. فالمسيح عليه السلام ما أرسل إلا إلى بني إسرائيل، وهو نفسه قال ذلك حتى في الإنجيل الذي بين أيديهم، إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، هذا كلام موجود في الإنجيل بين أيديهم اليوم. فالمسيح ما وما أرسل أبد نبي الأنبياء إلى جميع البشر، إنما اختص بذلك خاتمهم و سيده محمد صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي عليه السلام انه ارسل الى العالمين، الجن والانس جميعا، وكل البشر. واضح؟
أما الأنبياء فكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. موسى عليه السلام ورسوله إلى كان أيضا رسول إلى بني إسرائيل أن أرسل معي بني إسرائيل. كان كل طلب من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل. كذلك المسيح عليه السلام إنما كان رسولا إلى بني إسرائيل، وإنما ابتدع موضوع يعني نصر الدعوة النصرانية بولس الخبيث أو شاؤول كان يهوديا وهو الذي أسس الديانة النصرانية. وكان يعذب النصارى ويضطهدون أشد اضطهاد، ثم تظاهر بالدخول فيها ليفسدها بولس المعروف. أي نعم. فهو الذي ابتدع مسألة اللي يعني اذهبوا في أقطار الأرض وعمدوهم باسم كذا وكذا، هذا كلام عند بولس الخبيث الذي أفسد هذه الديانة وحرفها. والمسيح عليه السلام ما لأن موضوع بولس والتبشير ذا وكذا عبارة عن يزعم أنه حصل له رؤية أو كشف أو شيء من هذا، فيمكن يكون من الشياطين، يمكن يكون كذابا لأنه نفسه كان شيطان. على أي الأحوال المسيح ما بعث إلى البشرية كلها، فما يسمى الأب التبشير ودعوة الناس إلى المسيح ما بعث لا إلى القبط ولا إلى الفرنجة ولا إلى كذا وكذا، بعث إلى بني إسرائيل بالذات، إلى قومه بني إسرائيل. أما الديانة التي ينبغي أن تكون عالمية فهي ديانة واحدة فقط، هي دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ورسولا إلى بني إسرائيل أي فصدها أو بعد البلوغ، فنفخ جبريل في جيب درعها، جيب درعها لك فتحة الصدر، فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم، أني أي بأني قد جئتكم بآية، قد جئتكم بآية. طبعا يعني آية يعني علامة على صدقي، والتنوير هنا للتفخيم، يعني هي ليست آية واحدة، هي آيات متعددة، فالتنوير هنا للتفخيم، والجار متعلق بمحذوف وقع حالا، أي جئتكم بآية يعني متلبسا ومحتجا بآية من ربكم، علامة على صدق من ربكم. أني يعني هي أني، وفي قراءة بالكسر استئنافا يعني بآية من ربكم، إني أخلق لكم، كأنه يستأنف الكلام، أخلق لكم من الطين. أخلق لابد أن تفسر هنا كما فسر الطوسي، لابد أخلق يعني أطور، أطور وليس يعني بظاهر الكلمة وظاهر العبارة. فلا يصح هنا إلا أن نفسر أخلق بمعنى أطور، لأنه لا يجوز إسناد فعل الخلق بمعنى الإيجاد إلى غير الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال الله خالق كل شيء، وقال هل من خالق غير الله، فلا خالق على سبيل الإيجاد إلا الله سبحانه وتعالى. وما فعله المسيح عليه السلام كانت معجزات أجراها الله تعالى على يديه تصديقا له ليؤمن له إسرائيل برسالته ويتبعوه. أني أخلق أي أطور لكم من الطين كهيئة الطير، يعني مثل هيئة الطير. فالكاف هنا اسم مفعول، الكاف هنا اسم مفعول، أني أخلق لكم كهيئة الطير يعني مثل، أخلق لكم مثل هيئة الطير أو صورته. فأنفق فيه، فأنفق فيه الضمير هنا اللي تعود على الكاف اللي هو مثل كهيئة الطير، قلنا الكاف اسم مفعول واضح، مثل هيئة الطير. فأنفق فيه يعني في المطور الذي هو مثل هيئة الطير، فالهاء تعود إلى الكاف. فيكون طيرا يعني فيكون طيرا حقيقيا ذا حياة، وفي قراءة فيكون طائرا بإذن الله أي بإرادته وأمره لا باستقلال مني، لا باستقلال مني. يقول السيوطي، وهذا يحتاج طبعا خبر مرفوع إلى المعصوم عليه السلام، لكن نقرأه. فخلق لهم الخفاش لأنه أكبر الطير خلقا، يعني يطير طبعا بدون ريشة، فكان يطير وهم ينظرونه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز ما فيه فعل المخلوق من فعل الخالق أو من خلق الخالق. وأبرئ الأكمه أي أكفي الأكمه الذي ولد أعمى، والأبرص وخص بالذكر لأنهما جاء يعياء، وكان بعثه في زمن الطب، كان بعث المسيح في زمن الطب،
الأعمى أو الأكمى والأبرص لا يشفيان، فأتى بما يعجزهم في مجال الطب بإشفاء الأكمى الذي يولد أعمى، الأبرص الذي به هذا الداء العلي. يقول أيضا هنا هذا كما ذكرنا يحتاج إلى خبر موثق، فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان، يعني اشترط عليهم إذا دعوت الله فشفاكم تؤمنون فوافقوا، فيكون أبرأ أو شفى يعني بإذن الله 50,000، والله تعالى أعلم في حد ذلك. ويحيي الموتى بإذن الله، كرره لنفي توهم الألوهية فيه، لأن هذه المعجزات قاهرة فعلية، فأحيا عازر صديقا له وابن العزيز وابنة العاشر، العاشر بمعنى جاب العشر بتاع الجلاية الكراي، فعاشوا وولد لهم وسام ابن نوح ومات في الحال. فطبعا كل هذا كلام من الإسرائيليات التي فيها نوع من التحفظ طبعا كما ذكرنا من قبل في الخصائص في الكتاب. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، أي تخبئون في بيوتكم، يعني مما لم أعاينه. فكان يخبر الشخص بما أكل وبما لم يأكل بعد، ولم يقل بإذن الله، لأن علم من السياق أن هذا كله إنما هو بإذن الله عز وجل، فاستغنى عن إعادته لشدة ظهوره. إن في ذلك أي المذكور لآية لكم، يعني لدلالة لكم على صدقي في دعوة الرسالة إن كنتم مؤمنين، ومطبقا يعني وجئتكم مطبقا لما بين يدي يعني قبلي، يعني جئت مقررا ومثبتا لما من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهذا فيه دليل على أن المسيح عليه السلام، أو فيه دليل يؤيد القول بأن المسيح عليه السلام نسخ بعض شريعة موسى عليه السلام. بعض العلماء يقولون لم يحصل لك، وإنما هو أشياء يعني كانت مبهمة ومختلطة عليهم فهو وضحها لهم، والله تعالى أعلم. فأحل لهم من السمك والطير ما لا طيرية له، يعني ما لا شوكة له يؤذي بها، وقيل أحل الجميع، فمعت بعض بمعنى كل. وجئتكم بآية من ربكم، جئتكم بآية يعني بآيات تعلمون بها صدقي، وإنما وحد الآيات وعبر عنها بكلمة آية، لأن الجميع والكل من جنس واحد. وجئتكم بآيات من ربكم، يعني من عند ربكم، فكرره تأكيدا وليبني عليه فاتقوا الله وأطيعون، يعني فيما آمركم به من تأخير الله وطاعته. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا أي هذا الذي آمركم به صراط أي طريق مستقيم، فكذبوه ولم يؤمنوا به عليه السلام. ما ندري كم مضى من الوقت بعد الأذان، نصف ساعة انتهت كثيرة جدا إن شاء الله. أولا بالنسبة لموضوع المحراب، يعني قد يحتج بعض الناس بما هو موجود في القرآن الكريم من تكرر هذا اللفظ، فباختصار شديد نقول ان المحراب اذا اطلق الان معروف المحراب الذي يتخذ هنا في المساجد التجويف، هذا الذي يطلع، فهذا التجويف واتخاذ المحاريب فلم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم محراب قط، ولا في زمان الخلفاء الاربعة فمن بعدهم، وانما حدث هذا في اخر المئة الاولى مع ورود الحديث بالنهي عن اتخاذه، وأنه من شأن الكنائس، وأن اتخاذه في المساجد من أشراط الساعة. فقد روى البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتقوا هذه المذابح، المذابح يعني المحاريب. وعن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت في كنائس صلاة التشبيه بأهل الكتاب. أخرجه البزار. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن موسى الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة، أو قال أمتي، بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى، وهذا ضعيف. وفيه أيضا عن أبي ذر قال: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد. هذا مجرد اتخاذ المذابح، فتكليف تكاليف الزخرفة والإنشاء بأسك وتمويهها بالزينة وغير ذلك، فيه شك أن هذا كله
يخالف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن زخرفة المساجد. فنجد يعني زخرفوها ووضع فيها كلمة ايه كلما دخل عليها زكريا المحراب او فمذكر يعني وكان يكون فيها حكمة من بناء الجدار بهذه الصورة اذا كانت خدمة فيها ليل. لكن يمكن يكون جدارا مستويا واضح ما في هذا التدوير. السيوط له كتاب اسمه اعلام اليب بحدوث بدعة المحاريب وجزم فيه ان المحراب في المسجد بدعة. وروى ابو ابي شيبة بسند صحيح عن ابراهيم النخعي قال قال عبد الله بن مسعود اتقوا هذه المحاريب اتقوا هذه المحاريب. على اي احوال هذا نقول باختصار فيما هو التفاصيل موجودة في كتاب اسم المسجد في الاسلام لخير الدين أمي وهو احد تلاميذ الشيخ الألباني حفظه الله. التنبيه الاخر او الثاني يتعلق بموضوع الذرية وهو تنبيه سريع وان كان هذا الموضوع اعتقد ان امر مقرر وواضح وسبق ان تكلمنا فيه بالتفصيل من مدة ارجو ان تكونوا متذكرين. كانت المحاضرة اسمها ايه؟ يعني هم محاضرتين كانت بعنوان ايه؟ امتي لا تنتحري، يعني اشارة الى ان الترويج لدعوة تحديد النسل او كم جنسيه انما هي عملية انتحار، يعني هي امة تنتحر في الحقيقة، في حين ان كثيرا من قصار النظر ومحدود النظر ينظر الى هذا ان الانتحار هو ان نحن نترك الناس يتكاثرون بهذه الطريقة. واضح ان في الحقيقة الاستجابة لهذه الدعوة الشيطانية هو يعني الانتحار بأدق معاني الكلمة. فإنه بلا شك أن يعني من أعظم مقاصد النكاح في الإسلام تكثير عدد المسلمين. نعم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال إنها لا تلد أفأتزوجها؟ فقال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الوليد فإني مكاثر بكم الأمم فهذا تحقيق لمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أمته يوم القيامة. وهذا الحديث صححه أبو محمد عبد الحق. من أبو محمد عبد الحق؟ له مشهور باسم ثاني كلمة الأسبوع اللي فات ابن عطية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقايا فتزوج امرأة وكان عقيما فقال له عمر أعلمتها أنك عقيم؟ قال لا. قال فانطلق فأعلمها ثم خيرها ويقول الدكتور الكبار رحمه الله تعالى إن غريزة الامتداد في الذراري والأحفاد لا يستطيع المرء السوي أن يمنع بها إلا عن طريق الزواج. فكما أحسن إليك والدك فكان سبب وجودك في هذه الدنيا فكذلك ينبغي إليك أن تقابل بالنسبة إليك أن تقابل هذا الإحسان بالبر إليه والوفاء له فتنزل للدنيا متة كريمة تتعهدها بالتربية والتهذيب تحيي اسم والدك ويكون عملها الطيب في سجلك. ويكفي الممتنع عن الإنجاب عقوقا أن يكون هو الشخص الأول الذي يقطع هذه السلسلة التي تبدأ بآدم وتنتهي به، يعني الذي يتعمد قطع نسله فهي سلسلة ممتدة من نبي آدم استمرت حتى وصلت إليه، فلما وصلت إليه قطعها. واضح. أيضا هنا حديث أيضا حديث أبي هر رضي الله تعالى عنه يقول فيه النبي عليه السلام في الجنة وفيها جميع على أبي ذر يقول له ولك فيه معك زوجتك أجر. قال أبو ذر كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات أكنت تحتسبه؟ قلت نعم. قال فأنت خلقته؟ قال بل الله خلقه. قال فأنت هديته؟ قال بل الله هداه. قال فأنت ترزقه؟ قال بل الله كان يرزقه. قال فكذلك قضاه في حلاله وجنبه حرامه
فإن شاء الله أحيا وإن شاء أماته ولك أجر. فهذا يدل على أنه يستحب أن ينوي عند إتيان أهله طلب الولد الصالح. قال تعالى يعني يستحضر هذه النية وهذه يثاب عليها. يقول تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. يعني المكتوب لا تباشرهن لقضاء الوطر وحده ولكن لابتغاء ما وضع الله في النكاح من التناسل. أي نعم. وقال بعض السلف منهم أبو هريرة وابن عباس وأنس وابتغوا ما كتب الله لكم يعني من أجل طلب الولد. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله تعالى عنه إذا قدمت فالكيف الكيف 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 يعني العقل العقل. قال العلماء الحديث متفق عليه المقصود بالكيف يعني الولد 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 يعني هذا تحريض على طلب الذرية. أي نعم. وأيضا روى البخاري في صحيحه باب من طلب الولد للجهاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهم يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بصدق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. نعم. فالشاهد هنا يعني ترجمة الباب يعني أنه ينوي عند المجامعة فتكون الولد ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك أجر وإن لم يقع له ذلك حتى لو لم يرزق الولد لكنه يثاب على هذه النية. ويقول عمر رضي الله عنه إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نتمة تسبح الله تعالى. أي نعم. وقال رضي الله عنه تكثروا من العيال فإنكم لا تدرون ممن ترزقون ممن ترزقون. الموضوع طبعا يتحمل يعني كلام أوسع من هذا لكن باختصار شديد ذكرنا من قبل يعني أن موضوع تحديد النسل أو ما إلى ذلك من المسميات يعني قد يباح بالجزء لكنه يحرم بالكل. يباح بالجزء يعني يباح سواء الإجراض أو تحديد نسل في حالات فردية حسب ظروف معينة ومعطيات معينة فيباح مثل هذا الفعل واضح خلافا للأصل فيباح لبعض الأفراد لكن أن يعلن إعلان عام للناس يرغبون فيه في تحديد النسل أو في الإجراض أو غير ذلك من هذه الأشياء فهذا قطعا حرام. لماذا؟ لأن هذا يخالف المقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي هي حفظ الدين والعدل والدم والنسل والعرض والمال واضح. فكل ما يخل في هذه الضروريات أو هذه المصالح فإنه يحرم في الشريعة. فهذه يعني كما يقولون يكون هذه سياسة الدولة العليا سياسة عليا للدولة كذلك الدولة الإسلامية عندها سياسات عليا لا تقبل النقاش. من هذه السياسات العليا للدولة الإسلامية أنه لا يجوز أبدا الجهر بأي دعوة تتصادم مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. كمثلا الشريعة الإسلامية حرمت على الزواج حرمت على التزويج وسلكت في سبيل ذلك كل ما أمكن من الوسائل تسهيل الزواج وتيسيره والحظ عليه. فهذه السياسة العليا للدولة الإسلامية في هذه المسألة. فلا يجوز بهذه الأحوال أبدا أن يتبنى دعوة تناقض هذه السياسة بمعنى أن يحرر الكلام على العزوبية أو تأخير الزواج أو منع الزواج المبكر أو غير ذلك من الوسائل المضادة للمقاصد العليا للشريعة يعني الإسلامية. ولذلك لا تستعجب ولا تستغرب إذا وجدت علماء الحديث يعني يبنون بقاعدة كلية في هذا الباب فيقولون أي حديث فيه التحريض على العزوبة فهو لا يصح لمنافاة فيه مقاصد الشريعة. فهذا مما يستدل به على ضعف المتن لأنه يخالف مقاصد الشريعة حتى لو صح سنده. وطبعا لم يصح سنده ما فيش أي حديث يصح سنده يحرض على تقليل المتن أبدا. ولو صح وصادم المقاصد الشريعة فيطعن في الحديث وهذا طبعا للأئمة الكبار أن يطعنوا ليس لكل الناس نقد الحديث من جهة المتن واضح. لكن من أحد الأسباب التي يطعن بها في المتن حتى مع صحة الحديث
منافاته للمقاصد العليا للشريعة الإسلامية التي تعلم من الدين بالضرورة، وبالتالي تقدم على هذا بعض الأحاديث حتى ينصحها. فهذا فيما يتعلق بهذا الموضوع، فبعض الناس تخلط وتلعب بعقول الناس، فكأن يعني يأتي ببعض الحياة الفردية التي يزيد فيها هذا الأمر، سواء الإرهاب أو تحذير الناس، حالات فردية محددة مقيدة بظروف خاصة تبع ظروف كل سائل، واضح؟ فيباح بشروط معينة وضوابط، هذه مباح بالجزء يعني لحالات محدودة لظروفها الخاصة. أما سياسة عامة فلا يجوز أبدا تبني ما يخالف المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، كالتحريض على الزواج، تيسير الزواج بكل وسيلة، منع أي دعوة للعزوبة أو لقضاء الوطن في خارج دائرة الزواج. فيعني هذه إشارة عابرة، ونرجو أن تحكم أخرى لكلام فيها بالتفصيل. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله فاشهد بأننا مسلمون. قوله تعالى: فلما أحس، أي علم، أي علم وعرف عن طريق يعني الحس والمعرفة والمعينة. فلما أحس عيسى منهم الكفر، منهم يعني من بني إسرائيل الذين ذكروا في الآيات السابقة في خطاب المسيح عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله وأرادوا أن يقتلوه عليه السلام، قال من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري يعني من أعواني، من أعواني ذاهبا متوجها ملتجئا إلى الله، يعني أنا في هذه الحال. من أنصاري إلى الله يعني من أعواني ذاهبا ومتوجها وملتجئا إلى الله، يعني لأنصر دينه، يعني أنصر دينه. وقال بعض المفسرين إلى الله يعني مع الله، يعني من أنصاري مع الله، من ينصرني مع الله، أو على التفسير الذي ذكر هنا من أنصاري يعني من أعواني ذاهبا متوجها إلى الله يعني لأنصر دينه، كما قال يعني بعض الأنبياء عليهم السلام، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن كبير. قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني نحن أعوان دينه، وهم أقصياء عيسى، هؤلاء الحواريون هم أقصياء عيسى عليه السلام، وهو يعني أول من آمن به، وكانوا 12 رجلا. قيل الحواريين مأخوذ من الحور، وهو البياض الخالص، قيل كانوا قطارين يحورون الثياب يعني يبيضونها. فالحواريون هم طائفة من بني إسرائيل انتجبت للإيمان بالمسيح عليه السلام، فوازروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، جمع حواري وهو الناصر أو المبالغ في النصرة، الحواري الذي يبالغ في النصرة والوزير والخليل والخالق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو من النبي بعثه الله إذا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويأخذون بسنته، ثم إنها تخلق من بعدهم خلوق إلى آخر الحديث. فدل على أن هذا ليس يعني هؤلاء الأصفياء والخلق هم الأصحاب، ليست خاصة بالمسيح عليه السلام، وإنشاء إطلاق الحواريين على تلامذته الأقربين عليه السلام، وإنما هذا في كل نبي له حواريون وأصفياء وأنصار وأعوان من أصحابه. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله، آمنا أي صدقنا بالله، واشهد يعني يا عيسى لأننا مسلمون، يعني منقادون لرسالتك. وبعد أن أشهدوا نبيهم عليه السلام على هذا الإيمان، أشهدوا الله تبارك وتعالى، فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت، قالوا للنبيين أولا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون، ثم قالوا لله تبارك وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت يعني من الإنجيل، واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام،
فاكتبنا مع الشاهدين، يعني فليكن جزاؤنا على ذلك على إجهادنا إياك وعلى إيماننا أن تكتبنا مع الشاهدين، يعني الشاهدين لك بالوحدانية، اكتبنا مع الشاهدين يعني لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. وهؤلاء الشاهدون إما أنهم الذين تقدم ذكرهم في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالحكم لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا احتمال، اكتبنا مع الشاهدين الذين سبق ذكرهم في السورة، أو اكتبنا مع الشاهدين مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم أنهم آمنوا بهم وصدقوا. قال تعالى: ومكروا ومكر الله. ومكروا أي كفار بني إسرائيل مكروا بعيسى عليه السلام إذ وكلوا به من يقتله غيلة، يعني فالواو هنا تعود على المرسلين آنفا. ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر من بني إسرائيل، ومكروا الواو تعود إلى هؤلاء الذين أحس عيسى منهم الكفر. كيف مكروا؟ مكروا بأن هموا بالفتك به وإرادته بالسوء، حيث تمالؤوا عليه ووصلوا به إلى ملكهم. ومكر الله يعني في المقابل مكر الله سبحانه وتعالى بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله. يعني إما يعني طبعا هذا تفسير الذي اعتمده السيوطي أن شبه عيسى ألقي على الذي قصد قتله، ويقول القاضي كنعان الصحيح أن الذي ألقي عليه شبه عيسى كان أحد تلاميذه، الذي ألقي عليه شبه واحد من الحواريين هو الذي يعني ألقي عليه شبه المسيح عليه السلام، فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء. فقتلوا هذا الذي ألقي عليه شبه ورفع عيسى إلى السماء ونجاه الله سبحانه وتعالى من بين أيديهم. والله خير الماكرين يعني أعلمهم به، وهذه الصفة بلا شك أنها في حق الله تبارك وتعالى على ما يليق بولاد الله سبحانه وتعالى، كقوله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وكقوله تبارك وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هل يجوز في الدعاء أن يقال يا أمطر أو يعني يا خير الماكرين أمكر لي؟ أجاز بعض العلماء ذلك واستشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الحديث الصحيح: اللهم ممكر لي ولا تمكر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إذ قال الله يعني أذكر إذ قال الله يا عيسى إني متوفي، كما نلاحظ في القرآن الكريم ينادى أو نادى الله سبحانه وتعالى عامة الأنبياء بأسمائهم: يا نوح إنه ليس من أهلك، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى إني متوفي، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وهكذا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فما ناداه الله تبارك وتعالى باسمه قط في القرآن الكريم، إنما يناديه بصفاته الثالثة: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهذا من كرامته على الله سبحانه وتعالى وبلوغه في الشرف مقاما لم يرتفع إليه أحد من الأنبياء عليهم السلام، فما نداه أبدا الله عز وجل باسمه، وإنما نداه بهذه الصفات صلى الله عليه وسلم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يعني قابلك ورافعك إلي يعني من الدنيا من غير موت، ومطهرك أي مبعدك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك أي صدقوا بنبوتك من المسلمين. يعني هذه تشمل طائفتين، تشمل الطائفة التي آمنت بالمسيح عليه السلام الذين أدركوا يعني بعثته ووافقوه على دين الإسلام قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين اتبعوا المسيح عليه السلام بحق وبكفر، أو الذين اتبعوك أيضا الذين صدقوا بنبوتك، فهي تشمل هؤلاء
وتكمل إلى جانبهم الذين يعني اتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فنحن المسلمين أيضا ندخل في قوله تعالى وجاء الذين اتبعوك بمعنى طبقوا نبوتك من المسلمين. لماذا؟ لأن نحن الذين اتبعنا المسيح عليه السلام على الحقيقة، وأما النصارى فهم أعداء المسيح. المسيح عليه السلام يعاديهم ويبغضهم ويبرأ إلى الله منهم تماما كما نقول في اليهود، مع اعتبادهم بموسى عليه السلام وادعائهم أنهم على دينه وملته، لكن نقول نحن أتباع موسى على الحقيقة ونحن أولى به منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد اليهود يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه ويقولون إنه اليوم الذي نجى الله فيه يعني موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه، قال نحن أولى بموسى منهم. وقال لا، أنا أولى الأنبياء بالمسيح عليه السلام، لا بيني وبينه نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن أتباع المسيح، نحن أتباع موسى عليه السلام، لأننا على نفس الدين الذي دعوا إليه، ولأننا نؤمن برسالته. المسلم الذي يكفر برسالة نبي واحد فإنه قد كفر بجميع الأنبياء، يحبط كل إيمانه ويصير مرتدا. من كذب بنبوة المسيح وبرسالته فقد كفر، من كذب بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فقد كفر، ولا ينفع إيمانه بالقرآن ولا بالتوراة، بل يعني الإيمان حقيقة متركبة من أجزاء مرتبطة ببعضها لا ينفك ولا ينفصل بعض منها عن البعض الآخر. فالذين اتبعوك وجاهلوا الذين اتبعوك بهذا على هذا المعنى، كل من صدق بنبوته عليه السلام فوق الذين كفروا، أي فوق الذين كفروا به وهم اليهود. ومن حرف دين المسيح من النصارى يعني لهم بالحجة والسيف. وجاء الذين اتبعوا فوق الذين كفروا، من الذين كفروا به؟ نوعان بصفة أساسية، الذين كفروا به اليهود لعنهم الله، الذين يعني سبوا المسيح وسبوا أمه ورموها بالبركان وبالإثم المبين. ويدخل فيهم أيضا في كلمة في قوله فوق الذين كفروا من حرف دين المسيح من النصارى، من عبد المسيح، هؤلاء داخلون في هذا العموم. يعلونهم أي الموحدون يعلون هؤلاء الكفار من الفريقين بالحجة والسيف إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم. وطبعا هذا وعد لا يتخلف. أما يعني ما نحن عليه من الأحوال الضعف والوضع الذي يعيش المسلمون الآن فهذا ليس هو الأصل، هذا من الاستثناءات. أما الغالب وأما القاعدة فهي أن المؤمنين دائما فوق الذين كفروا، ولن يظن بالله سبحانه وتعالى أنه يضع يعني المسلمين مقهورين يعني إلى الأبد، بل لابد أن تعود الكرة كما قال تعالى إن عدتم وإن عدتم عدنا. فمن من سوء الظن بالله أن يظن أنه يمكن للكفار أن يستأصلوا المسلمين ويجيدوهم وترتفع كلماتهم عليه، هذا ليس هذا خلاف الأصل. أما القاعدة الغالبة فهي يعني ما ذكرناه، وجاءوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، خاصة إذا قلنا إن أحد ركني هذه الفوقية علو وقهر الحجة والبيان، فهذا بلا شك قائم في كل الأحوال، أن المؤمنين والموحدين يعلون الكفار جاهلا بالحجة والبرهان كما بينا وكما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأحيانا يعني وهو غالبا يعلونهم بالسيف والسنان أيضا. أما ما نحن فيه فهذا يعني من أوضاع آخر الزمان التي تخالف القاعدة الأصلية. إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، أي من أمر الدين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، عذابا شديدا في الدنيا يعني بالقتل والسبي والجزية، والآخرة أي بالنار، وما لهم من ناصرين يعني مانعين منهم يمنعونهم من هذا العذاب. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم، وفي قراءة فيوفيهم بالنون من ياء النون أجرهم، والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين يعني يبغضهم يبغضهم، وهنا فسرها بأنه يعني يعاقبهم.
روي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت فقال لها إن القيامة تجمعنا، وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله 33 سنة، وعاشت أمه بعده 6 سنين. الله أعلم بصحة ذلك لأنه لم يرفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. ففي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين، يعيش المسيح عليه السلام حينما ينزل 7 سنين، وفي حديث عند أبي داود الطيالسي 40 سنة، 40 سنة، ويتوفى ويصلي عليه المسلمون. فيعتبر أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده، يعني 40 سنة تكون قبل الرفع يعيش 33، وبعدما ينزل تعيش 7 سنين، فالمجموع يكون 40 سنة. فالله أعلم بصحة ذلك أيضا. أيضا طبعا هذه القضية، قضية رفع المسيح عليه السلام إلى السماء و يعني تواصل الله سبحانه وتعالى إياه، يعني اختلف بعض المفسرين في تفسيرها. أولا يقول القاسمي رحمه الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يقول أي مستوفٍ مدة إقامتك بين قومك. متوفيك يعني لك الآن قد استوفيت المدة المقدرة لك أن تبقى وتعيش بين قومك. والتوفي يطلق على الإماثة، يطلق على الإماثة، كذلك يطلق على استيفاء الشيء كما في كتب اللغة. أيضا يقول تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يريد يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، أي يتوفاها حين تنام، هذا تشبيه للنائمين بالموتى. فمنه قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل حيث لا يمجزون ولا ينصرفون، كما أن الموتى كذلك. ثم بين سبحانه في بشارته بالرفعة إلى محل كرامته وموت لملائكته ومعد النزاهة عن الأجناس ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، أي من مكرهم وخبث صحبتهم. طبعا هذه الآية الكريمة إني متوفيك ورافعك إلي ظاهرها يدل على أن الله تعالى فوق سماواته، كما قال تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وفي قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى يبدل الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، وقال تعالى أأمنتم من في السماء، يعني من فوق السماء، هي صفة